أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة عن برنامجكم خطوات أردنية. ترحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة السيدة ميس دواس. بداية نسأل مساكي. أهلا وسهلا مساكم وأهلا وسهلا شرفتونا. كل بداية سيدة ميس، وحضرتك المديرة العامة وحضرتك أيضا صاحبة أكاديمية كيلوفر الدولية وتحديدا في عمان، وأغنى من أن تعرفيني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. اولا اهلا وسهلا فيكم. ميس دواس، انا معي دبلوم عالي في اداره تربويه، اشتغلت في قطاع رياض الاطفال من بدايه مسيرتي، يعني اول ما بلشت مع رياض الاطفال، حبيت المجال جدا، فحسيت حالي اني بقدر اعطي فيه، وكان هذا العمر مناسب لي لاني انا كان عندي اولاد بهذا العمر، فكان سهل اني اتعامل معهم، ويعني مع الايام حسيت اني لا، هذا هو اللي بدي اشتغل فيه، وطورت من نفسي واخذت شهادات ودورات لاني كمان اثبت نفسي فيها اكثر. بعد فتره يعني مع الوقت حسيت حالي اني يعني صار عندي حلم اني اعمل روضه بنفسي، وأنا أحط فيها رؤيتي ونتاج خبرتي فيها أحطه بهاي الروضة. فالحمد لله ربنا كرمني أنه فتحت هاي الروضة اللي أحط وأضع فيها كل نتاج خبرتي وأستثمر فيها خبراتي، ويعني الأشياء اللي أنا بطمح أني أنا أزرعها في هذا الجيل إن شاء الله أكبرها وأصير أحسن فيها. نعم بالتوفيق. بس تحكي لنا بالأصل شو هو الهدف من إنشاء الأكاديمية؟ احنا انا بقول لك يعني انا مع تجربتي بهذا العمر فحسيت اني انا بقدر اعطي مع العمر هذا، فكانت رؤيتي اني انا اعمل جيل متوازي عنده القدره انه يعيش في المجتمع، اخرج جيل واعي للمجتمع وبنفس الوقت عنده الاساس القوي اللي هو متين اللي احنا تربينا عليه من زمان، اللي هي الاخلاق، التربيه الحميده، اخلاق الاسلام اللي احنا تربينا عليها كلنا. ثانيا انه كمان اكون مواكب لتطور العصر، للجيل التكنولوجيا، ادخل اساليب التعليم الحديثه، ادخل اساليب التربيه الحديثه، فكل هذا موازي لبعض حتى انه اقدر ادخل يعني يطلع عندي جيل قادر على مواجهه هذا المجتمع اللي كله يعني هلا يعني كل ماله عماله بتزيد صعوبات العيشه فيه. نعم، بس تحكي لنا اكثر، عرفينا اكثر عن الاكاديميه، شو الخدمات والانشطه المنهجيه ولا منهجيه المقدمه عندكم؟ طبعا احنا يعني عندنا مسارين اللي هو اللغه الانجليزيه واللغه العربيه، بنقدم المواد باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، اللي هي مثلا لغه المواد الماث والساينس والانجليش، والمواد العربيه اللي هي اللغه العربيه والعلوم والتربيه الاسلاميه باللغه العربيه. طبعا بالاضافه لانه عندنا كمان نشاطات لا منهجيه، الاكتيفيتيز هذه اللي احنا بنحاول نستثمر فيها بالطالب، انه بتعرفي هذا العمر يعني لازم يكون في عنده انشطه دائما حتى ما يمل وحتى يضل يعني حاب المكان ويتعلم وهو مبسوط، عرفتي؟ فكل يوم او كل يومين عندنا نشاط، بالاضافه انه كمان الحرف نفسه بيكون في يعني تعلم عن طريق اللعب، استراتيجيات جديده، المعلومات عمالهم بيشتغلوا عليها. والخميس دائما يكون عندنا نشاط جديد حلو ممتع للطلاب بالداخل الأكاديمية أو بخارجها. نعم، بس برأيك شو سر تميزكم ونجاحكم عن غيركم بهذا المجال؟ حب العمل، يعني إحنا هلأ يعني كل اللي بنعمله بحب، فإحنا يعني كتيم دائما يعني بنشتغل بحب، حتى هذا الإشي بنحس إنه بيخرج لما يطلع الإشي بفوت، من يطلع من القلب بفوت للقلب على طول، فهذا الإشي اللي إحنا بنحاول إنه نتميز فيه، إنه نكون إحنا مخلصين ومؤمنين برسالتنا ومؤمنين بما بنقدمه، بالإضافة إنه يعني عم نواكب هذا الإشي، إنه دائما في تحديث، دائما المعلومات بتطور بالتعليم، إيش في دورات عم ياخدوا، فهذا اللي إحنا يعني بنحاول إنه نثبت نفسنا فيه، إنه إحنا إنه بصمتنا بجهودنا وبإنتاج اللي بيطلع منا. كمان يعني الولد يعني إحنا الطالب يعني إحنا هلا المخرج التعليمي لكيجي 2 صار الأساس قبل أول، يعني أنت هلا بتخرجي لأول يكون عندك يا الطالب جاهز، ما في مجال بدخل على أول يعني كأنه داخل يعني صار الأول هو الأول زمان، عرفت كيف؟ يعني كيجي 2 صار هو صف الأول الأساسي زمان، فأنت بدك تطلع جيل إنه هو قادر إنه يفوت مدرسة وخلص يعني إنسان مستقل، إنسان قادر إنه هو يكون معتمد على نفسه 100%. نعم، بس حكينا أكثر عن الفئات العمرية اللي عم تستقبلوها عندكم بالأكاديمية وعن الكادر اللي بتتميزوا فيه. احنا فئات العمرية من 3 سنين و4 سنين و5 سنين بري سكول، KG1 KG2. طبعا المعلومات عندنا على يعني
قدر كافي من التعليم والكفاءة، معلماتنا بخبرة، جامعات يعني معترف فيها، فهم يعني كانوا طول عمرهم بهذا المجال، والخبرة طبعا تلعب دور بهذا المجال، يعني انه كل ما المعلمة كانت خبرتها قوية كل ما كانت اعطائها قوي. طبعا بقول لك بالإضافة انه يكون عندها الاشي من داخلها اللي هو حب العمل، وحب العمل محايل فيها خصوصا يعني بالتحديد. نعم، بس شو رأيكم مستقبل الأكاديمية؟ شو حابين تعملوا قدام مستقبلا؟ ان شاء الله يعني الواحد دائما يكون عنده الهدف، والهدف هذا هو اللي بيشغلك دائما. كل ما كان عندك هدف لقدام بيضل عندك روح انك انت تشتغلي عليه، عرفتي كيف؟ فان شاء الله يعني نتوسع اكثر، يصير انه مثلا فروع ما بتعرفي، ممكن ندخل صفوف اول ثاني ثالث، يعني الاهالي حابين هذا الشيء يعني بيقولوا لنا يعني لا احنا نطلع من عندكم ليش، خلينا اول وثاني. فان شاء الله يعني انا دائما يعني اللي محركني بهاي الحياه انه عندي طموح، فالطموح هذا اللي ما بيهدى هو اللي بيخليك دائما شغاله. والحمد لله الحمد لله يعني اني انا مبسوطه اني انا قدرت يعني بالاخر احقق جزء من طموحي الحمد لله. نعم بالتوفيق. بس تحكي لنا اكثر عن ابرز المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتكم بهذا المجال. المشاكل انه يعني هلا في منافسه، يعني انت في المجال هذا مش لحالك، المنافسه قويه بين خصوصا بالمنطقه اللي احنا فيها، في منافسه الحمد لله، وهذا الشيء بالعكس بشجع انه انت تضلك حابه تتطوري وحابه تزيدي من نشاطاتك. احيانا يعني الوضع المالي بياخر شوي بالتطور اللي احنا بدنا اياه، كمان يعني الاهالي بتعاني من هاي المشكله انه يعني في تضخم في يعني في السوق، يعني بخليك يعني الاهل يترددوا احيانا انه يحط ابنه في روضه نموذجيه، عرفتي؟ فبستسهل بحطه بروضه ممكن تكون ارخص ثمنا مقابل انه يعني لانه مش قادر يحط ابنه في روضه يعني نموذجيه. هذه معوقات يعني، واحنا عمالنا يعني بنخفض من كل من هاي التكاليف حتى بس انه الاهالي ما نخسر أهل حابين يعني بدهم حابين إنه ابنهم يتعلم، لكن الإمكانيات ضعيفة، فإحنا يعني حاولنا إنه ننزل بالتكاليف حتى نستقطب كل الأهالي وما نكون يعني متحيزين لفئة معينة، عرفتي؟ نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا استقيل له؟ والله يعني إن شرف بيكون، وهذا يعني حلم إن شاء الله يتحقق إنه نشوف جلالته ونشكره على الإمكانيات وعلى التسهيل للمرأة اللي بيكون يعني إحنا هلأ المرأة في الأردن يعني عم تاخذ مكانات كبيرة، أصبحت المرأة صاحبة مشاريع ورائدة في أعمال جديدة وأعمال كثيرة، فبنشكره على هذا الدعم اللي بقدم لنا إياه، إنه يعني في تسهيل صراحة للمرأة بشكل عام. يعني أنا لما أفوت أي مكان يعني بحس حالي لأنه يعني مرأة وبدها تعمل مشروع يعني، فالحمد لله في تعاون في تسهيل من هاي الناس. ثاني شيء يعني الحمد لله الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه، فهي نعمة كبيرة بنشكر عليه، يعني بنمشي بأي وقت بهذا بالشوارع ما بنتعرض لأي مشكلة الحمد لله، فإن شاء الله بنلقاه على خير، وبنشكره على اهتمامه ويعني دعمه المتواصل لأنه يكون مع المرأة دائما. نعم، بس أكيد في حترك بسمة بحياة السيدة مي سأعطاها الدافع لحتى توصل لهاي المرحلة، فانتين بتحب توجه رسالة شكر على برنامجنا؟ والله بالبداية بشكر الأهل خصوصا أمي، كتير تعبت معي في فترة يعني كنت أنا أدرس فيها وكنت أترك أولادي عندها وهم صغار، فكنت قريب عن البيت فترات طويلة، فأمي مشكورة كتير يعني ساعدتني ووقفت جنبي. أولادي برضو يعني كانوا متعاونين معي، شايفيني بطلع وباجي وبتركهم بالساعات، الحمد لله قدروا يتحملوا المسؤولية والحمد لله يعني عاونوني، وكانوا شايفين أنه يعني هذا الإشي برضو كمان بكرة بيبسطوا عليه. كل حدا اشتغلت معه بالحياة، كل حدا كان يعطيني دافع، مديرتي السابقة، معلمات، زملاء، زميلات، كلهم كانوا يعني يعطوني الحماس والدافعية إنه دائما يعني يعطوني لمحة إنه فيكي شغلة إنه ممكن تنجح فيها، فيعني لما حدا يزرع فيكي إنك أنت قادرة فهذا إشي بشجعك، فالحمد لله كل حدا مر بحياتي كان معطيني دافعية. نعم، بس كنا لسه مشاهدين التواصل مع أكاديمية نيلوفر، تحكي لنا موقع أكاديميتكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. إحنا روضة أكاديمية نيلوفر، موقعنا جندويل البيادر شارع الجيل مقابل مدرسة الفاروق، روضتنا على الفيسبوك روضة أكاديمية نيلوفر، سهل جدا يعني الوصول إلها، فموجودين على الفيسبوك وعلى الإنستغرام وعلى الواتساب.
وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيدة ميس دواس على حسن ضيافتها لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لكم وقت شكرا لكم وأهلا وسهلا وشرفتونا. كلك زو.